السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المهدي المنتظر، وعنوان الحلقة تحمل المهدي، يعني تحمل المهدي لما يأتي ما لم تحمله الجبال بالحجة الدابغة. ليش؟ لأنه أحباب الله، أنتم تعرفوا لما أجوا الأنبياء والمرسلين بالماضي، وأي واحد بدأ دعوة الحق، كل الناس اللي لهم مصالح في الظلم اللي في العصر اللي فيه الرسول أو النبي إجا بيحاربوا لهذا الإنسان، هذا إن كان نبي أو رسول أو رجل يحب الخير يدعو إلى الصلاح أو الابتعاد عن الفساد وسفك الدماء، دائما بتلاقي له أعداء خير الله. عشان هيك بيجي لما يجي المهدي رايحين يحاربوه كل المستفيدين من أصحاب المناصب والمراكز والسلطان والعلماء وغيره وغيراته، رايحين يوقفوا ضده، فبده يتحمل تحمل ما تحملته الجبال. عشان هيك أحباب الله بنبلش الحلقة بسورة الإسراء من آية 45 وبننزل. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. أحباب الله، هذه الآيات واضحة وضوح الشمس كبد النهار. وإذا قرأت القرآن، القرآن كامل، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ما قال وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالله، لأنه كانوا كفار الناس زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا يعبدوا 360 إله، أهل مكة هبل واللات والعزة ومناة، فهمت علي أحباب الله؟ كان يعبدوا أصنام، ما كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان باليوم الآخر فقط. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، اللي بيؤمنوش بالآخرة صار بينه وبين هذا اللي إيش اللي بقرأ القرآن حجاب مستور. طيب، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. طيب، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، لأنه بدهم مش بس تذكر الله، بدك تذكر مع غير الله، بدك تذكر العلماء والصحابة وغيرهم وغيراتهم، تجيب الأولياء والصالحين ومش عارف آل البيت للشيعة. إذا بتذكر القرآن بس الله سبحانه وتعالى بقول لك يا أخي إحنا ما بنسمع، شو تجعبنا دين جديد؟ عشان يا أخوة جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني يفقهوا القرآن، وفي آذانهم وقرا، الوقر يعني خلاص طرش مش رايحين يسمعوا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النفورة، بس لو تذكر مع الله أي شيء آخر بتلاقي العالم تجتمع حواليك. شوفوا العلماء الموجودين طول النهار بقولوا آية أو آيتين، أربع خمس أحاديث وبيتين قول العلماء والشعراء ومش عارف مين ومين، بتلاقي الناس برحبوا بسكفوا لهم وبناصروهم ومستعدين ينقتلوا في سبيلهم، بس لما يجي واحد يقول لهم زي مثلي أنا قال الله قال الله قال الله، كل العالم بتعاديني إلا إيش المؤمنين حقا، لأن بقول كلمات الله، كلمات الله يا عمي هي العليا، فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على خلقه. عمي في عندك ذهب، أنت ذهب وعندك فضة وعندك نحاس وعندك تنك، الذهب كلام الله، حاشا إنه تشبه كلام الله بشيء، بس مثل، ولله مثل الأعلى. وكلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الأحاديث فضة،
تقدرش تحط كلام الرسول نفس كلام الله عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا أحباب الله؟ كلمات الله هي العليا، ثم كلمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم كلمات العلماء الجهابدة من العلماء، مش أي عالم نعتبرهم نحاس بالقدر والقيمة. ما بين كلمات الله وكلمات الرسول وكلمات العلماء، أما كلمات الناس الباقين تنك تنك مصدي. عشان هيك أقول لك وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار النفور. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، بس استمعوا إليك. وإذ هم نجوى إذ يقولون الظالمون، الظالمون المشركين اللي أشركوا بالله، إن تتبعون إلا رجل مسحورة، بيحكوا للناس اللي بتتبعوا المهدي لما يجي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، وإذ هم نجوى يعني بتناجوا مع بعض، إذ يقول الظالمون والمشركون إن تتبعون إلا رجل مسحورة، انظر كيف ضربوا الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. طيب دليل على كلامي سورة الزبر 45، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله يعلم وشاهد علي إذا دخلت على بعض الناس وبحكي لهم قال الله قال الله، حكى لي أهلا وسهلا فيك، بس لا ضال لك تقولنا قال الله قال الله. قلت لما ذال هيك رأيكم السلام عليكم، أنا ما بقعد عندكم في بيتكم ولن أدخلوا أبدا. لو قلت لهم قال العالم فلاني أو قال علان والله ما بزعلوا، لأنه ما بدهم الحق، ما بدهم خلاص. وإذا ذكر الله وحده، اذكر الله وحده يا عمي، الذكر لله سبحانه وتعالى تشمئز قلوب الناس اللي ما بيؤمنوا بالآخرة. شو معنى ما بيؤمنوا بالآخرة؟ معقول هسع في ناس بتصلي وبتصوم وبتحج وبتصدق بس ما في عرض إلا بخوضوا فيه، هذا بخاف بيؤمن بالآخرة؟ عارف إنه في حساب بالآخرة؟ لو ممكن بيسترجع يسوي الشغلة هاي؟ أو واحد عاصي والدي مش بعرف والدي أو قاطع صلة رحمه، هذا الإنسان بيخشى بالآخرة وبيؤمن فيها؟ بيستغيب الإنسان الاستغابة، في واحد بخاف يعني بيؤمن بالآخرة بيستغيب الثاني؟ لأنه عارف في قصاص وحساب يوم الدين. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لو بالذرة. فما بكره الناس وبحقد عليهم وبحسد عليهم، وإذا في مال حلال مال حرام مش فارقة معاه، وبخوض في أعراض الناس، وما في ذنب إلا بسويه وروح أصلي وصوم وبقول لك أنا والله إيش أنا مؤمن مؤمن بالله وبالآخرة. طب إذا أنت مؤمن بالله واليوم الآخرة فإن لم يجد خيرا فليصمت، بتلاقي ما في إلا الشر بطلع من ثمام الناس هذولا. مش بس هيك، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ضيف بدخل عليك قديش كيف ضيف بخش على بيته بنهان في بيته. شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. قديش في جار بتأذى من جاره؟ هذول بيؤمنوا بالآخرة؟ لا والله ما هم مؤمنين. مش كلامي أنا، هذا كلام رب العالمين وكلام الرسول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. عشان إيه أحباب الله؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذ هم يستبشرون. سورة غافر 12 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. روح اقعد مع الحسينيات قول لهم ما بصير تسموا المساجد حسينيات وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ما بصير قول يا علي يا حسين يا حسن يا عباس يا زهراء يا مهدي. مزبوط كلامه ولا لا؟ اللي عنده حجة يثبت عكس كلامي أنا مستعد أتراجع. وأن المساجد لله
فلا تدعوا مع الله أحدا، أو مما سموها مساجد سموها عزينيات. ونفس الشغلة اللي بتمسح في القبور وبتدخل واسطة بينه وبين رب العالمين، هذا إنسان ما بخاف رب العالمين. الطريقة الفلانية والطريقة العلانية، واللي بتمسح بالكعبة واللي بتمسح بالحجر الأسود، كل هذا إشراك بالله. عشان هيك ذلك أنه تدعى الله وحده كفرتم، ما سيقولكم لا إله إلا الله، وما بحب أحكي إلا الله الله الله. ما أنا بحكيش عن نفسي، أنا بحكي عن كل واحد مثلي، بس بقول الله الله بتلاقي كل الدنيا ضده. بس إذا حكى قال فلان وقال علان وقال ملان، بصير أحبابه بالألف والملايين. أما لما أقول قال الله وقال الله بكأشرطي، وانتم شاهدين على أشرطي، وهاي السنة الثالثة بقول شيء قال الله قال الله، وما بنقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبستشهد فيها بعض الأحيان، بس ما بتذكر قول العلماء، قليل جدا. حاشا لله أني أنا أتكبر على العلماء، بس قلت لكم أنا بدور على إيش الذهب الأساسي، الكنز الأساسي. ثم إذا ما حصل حلو فضة بأخذ من فضة، الفضة كمان غالي، حتى النحاس غالي. فهمت علي أحباب الله؟ بس مش زي الذهب. عشان هيك ذلك بأنه دعي الله وحده كفرتم، وأن يشرك به تؤمنوا. لما أقول يا الحسين بتلاقي ملي الشيعة كلها بتحبني، يا سيدنا البدوي كل الطريقة البدوية بتحبني، يا رفاعي بقول يا شيخ. فهمت علي أحباب الله؟ ما بيجوز، ما بيجوز تدعو غير الله أبدا، وما بيجوز تستغيث إلا في الله، ما بيجوز تتوكل إلا على الله رب العالمين. ما بتوكل على فلان وعلان. فهمت علي أحباب الله؟ عشان يخف الآية سورة النساء 82، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا ناس تدبروا القرآن، درسوه، فكروا فيه، بتلاقوا الآية الواحدة فيه لها مليون شيء. والله الإعجاز كله في كتاب الله، كل المعجزات. يعني تقول لي مثلا شق البحر سيدنا موسى، والله ما بتساوي حرف من آية من كلمات الله، كلها معجزات. هاي آيات الله أعطاها للأنبياء، بس الآيات اللي أعطانا إياها في القرآن الكريم أعطاها للعالمين. خلق السماوات والأرض بكلمة ما بين الكاف والنون، هاي كلمات الله. أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر القرآن ولو كان من عند غير الله، والله لتلاقوا فيه مليون اختلاف. بس والله ده بدرسه 25 سنة، والله ما لقيت فيه ذرة من إيش الاختلاف. عشان هيك عباد بالله تمسكوا في القرآن. المهدي راح يجي والعالم كله توقف ضده، والعلماء توقف ضده، والناس توقف ضده، كل واحد مستفيد راح يوقف ضده، لأنه بده يغيرهم، بده يغير كل حياتهم نظامهم. نفس الحرب اللي صارت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما إجا بده يجعل 360 إله إله واحد، حاربوا كل العالم، فيش إلا الأقلية أصحاب الحظ العظيم اللي الله اختارهم من بين العالمين، هم اللي آمنوا فيه. قديش قعد 23 سنة هو بحروب ولم يرتاح قط حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى. المهدي راح يصير فيه أول ما يجي، كل العالم راح توقف ضده، أو أكثر الناس راح يعادوه هم المتفلسفين والمتكبرين وأصحاب المصالح واللي مستفيدين من وراء علمهم مراكز أو مال أو جاه. أو بقول لك شو بده يجينا واحد يطغينا ويطفي نورنا؟ بيحاربوا، بصير يطلعوا على دعايات وكذا وكذا. فالمهدي لما يجي راح يتعذب عذاب، الله يكون فعله، والله ينصره لأنه ناصر رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.